قصة بداية الفاحشة في قوم لوط عليه السلام. النبي لوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وقد أرسل الله لوط عليه السلام لقوم اسمهم سدوم. كان لقوم سدوم 4 قرى فيها بساتين وأنعام وكل أنواع الخير، وكانوا كرماء جدا، وكانوا معروفين بالبياض والجمال. ثم بعد ذلك أصاب قوم سدوم قحط شديد، فأتاهم إبليس في هيئة رجل حكيم وقال لهم: كرمكم هو سبب قحط أرضكم، فمن الآن أي عابر سبيل يمر على قراكم انكحوه واسلبوه ما لديه حتى تعود قراكم خضراء كما كانت. فتمثل لهم إبليس بهيئة رجل جميل وحسن الشكل، فلما رأوه قوم سدوم قام بإغوائهم فنكحوه وفعلوا به الفاحشة. فكان إبليس هو أول من نشر الفاحشة، وهو أول من فعل به الفاحشة لعنة الله عليه. فأصبح هذا الشيء عادة في قريتهم، كل عابر سبيل يمر عليهم يأخذونه إلى دارهم ويفعلون به الفاحشة. ثم بعد ذلك ساءت الأوضاع، فبعد أن كانوا يفعلون الفاحشة بعابر السبيل أصبحوا يفعلونها فيما بينهم وأمام بعضهم البعض دون خجل. فبعث الله لوطا عليه السلام لينهاهم عن هذا العمل القبيح. كانت هذه قصة بداية الفاحشة في قوم لوط. إذا أعجبتك القصة لا تنسى أن تضغط على زر اللايك وتشارك الفيديو مع أصدقائك.